مع حلول فصلي الخريف والشتاء إلا وتتزامن معه مأساة تسجيل وفيات يكون ضحيتها شباب وأطفال في عمر الظهور. مدينة بوسعادة واحدة من البلديات التي كانت مسرحا للعديد من الأحداث بسبب فيضان الأودية لمشاهد مأساوية باتت تتكرر لتحصد العديد من الأرواح. عاش خلالها المسيليون أياما حزينة. كاين الناس اللي باتت هنا أي بيت هنا تحوز ومازال لحد الساعه ما بان والو ان شاء الله ربي يجيب الخير. هذه العمليه هذه الصباح باخراج الطفل من بركه ماء من طرف الغطاسين والعثور على المواطنين. خطر الفيضانات وما يسجله من خسائر ماديه في الارواح بات يستوجب دق ناقوس الخطر، سيما بعد رحيل عائله بوادي جنان الرومي قبل اشهر، ثم ضحايا وادي ميطر بالامس. حتى ربما في أثناء التقلبات الجوية، وللأسف شديد شهدنا يعني عدة حوادث مميتة أثناء التقلبات الجوية، وين حتى ربما ناس كبار يغامروا ويجازفوا ويعبروا طرق وأودية مغمورة بالمياه وحتى سيول جارفة، وبالتالي تحدث الكارثة. لهذا الشيء أثناء التقلبات الجوية ننصح الجميع بالتريث والتعقل، اللي عنده سفر يأجله إذا كان موج ضروري، حتى إذا كان عنده أولاد، إذا كان التقلبات الجوية في ظروف مثل هذه يمنحهم من الخروج ولما لا التنقل نقلوا منه. الغرق في البرك المائية خطر آخر راح ضحيتها أطفال في مقتبل العمر، هي الأخرى تدفع بالأطفال للبحث عن لحظات المتعة في بلعات الموت في ظل نقص المرافق. احنا المفقودين الزوج اللي ماتوا ربي يرحمهم ويصبر أموالهم ويجعلهم إن شاء الله من أهل الخير، ولكن تكون حقها رقابة لمن الشعب المواطن وإلى من الدولة على هذا الناس اللي يخربوا في البلاد والعباد من طوع الحفرة بدون إنذار. نطلب من الأولياء تاع الوليدات اللي عنده وليدات ماذا به يشدهم وما يروحوش الأولاد هذه، هاي احنا راه عندنا ذراقة هكذا. والحاجة الثالثة الناس اللي يحفروا هذو نهاهم، إذا أنا ما شفتش عيني باللي يحفروا هذا بصح يقولوا باللي كاين حفر. محروقين عليهم راهم ثاني وليداتنا، ولكن هذه الظاهرة يعني باه يحفر إنسان يحفر حفرة ويخليها في الواد هكذا كذا يشير مع على بالوش هو يجي اكيد باللي راح يطيح وراح تصهر الظاهره هذه. يبقى جريان الاوديه وما يسجله من خسائر ماديه وبشريه يطرح العديد من الاسئله التي تطفو في سطح المشهد المحلي حول مدى نجاعه المشاريع المسجله لحمايه المدينه من الفيضانات والمساعي الحثيثه للسلطات الوصيه لمجابهه خطر الفيضانات وفرض الرقابه على اصحاب برك الموت.